نعمل عيش تركي 3 كوبايات من الدقيق، حط عليها نص كوباية من السكر، نص كوباية سكر، ربع كوباية زيت، 2 بيضة، كل ده جوه العجين، معلقة كبيرة خميرة، 2 فانيليا، هناخد مثلا معلقة 2 3 لبن بودرة زي ما انت عايزة، عندك من معلقة لغاية 3 اللي يريحك حطيه، أي حاجة بس تدي طعم للعيش شوية. أنا عارفة برضو غلي شوية فممكن يصدر منه معلقة، ممكن 2 ممكن 3 اللي يريحك، خلاص بس يدي طعم للعيش شوية. هحط على وشه ايه؟ برضو جبت سمسم وحبة البركة، عايز تحطهم على وشه، وبيضة وفانيليا. فهناخد 3 كوبايات من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك لبن بودرة معلقة أو 2 أو 3، معلقة خميرة كبيرة، الفانيليا، ورشة الملح، رشة الملح دي قولي ربع معلقة كده، ونص كوباية السكر، وأقلب ده كله مع بعض. هاجي بقى هنا أعمل حفرة كده وهحط ربع كوباية الزيت. ربع كوباية من الزيت و2 بيضة، خلاص اقلبهم مع بعض كده. بص بقى كده عجنت بالمية، بس حابة دي كده نظبطها بس شوية واسيبها تخمر بقى وبعدين ابدأ اشكلها. طبعا التلزيق مش هيروح خالص، بس انا بقى ايه بظبطها بس كده واسيبها تخمر اهي كده. طلع بس ايه تمام كده، اغسل ايدي عشان نطلع الخمرانة بقى ونبدأ نشكلها الخبز التركي بتاعنا ده. ادي العجينة الخمرانة. تتعمل بقى ازاي الخبز التركي ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قطعتها كده، ابدأ بقى اجيبها ايه كده اعملها ابرم ابرم رفيع. فرن اهي كده تمام كده. اجيب الاوانيه تاني، بعمل 3 زي الدبيرة وبعملها البنوته بالظبط كده، وبتدور كده براجع عليها تاني. ادفر عادي خالص، تفيرت بنوتة عادية جدا ماشي. انا بقى هنا اهو اجي كده بقى هقطع بقى، خلي بصوا على الجزء ده كده بقى الضفيرة عندي، امسك كده اهي واروح قلبها كده. بصوا هنعمل تاني دلوقتي اهو، اجيب قوالب الكب كيك عشان تديني الشكل المظبوط، واروح حطها فيها كده عشان تبقى كلها قد بعضها. ادي حتة من الضفيرة اهي، حتى الضفيرة امسك كده الطرفين واطبقهم على بعض كده، الزقهم كده واطبقهم على بعض كده اهي، واروح حطها هنا كده تاني اهي كده، الطرفين اهم الزقهم كده شوية
وراح ماسكاهم حتى ما رزقتهمش اهو ارزقهم احطهم على بعض كده وراح حطاهم هنا. هي الكب كيك بقى ده هو اللي بيمسكهم، هو اللي بيخليهم ايه ما يفردوش ولا يعملوا شكل تاني. ادي البيض عليه شويه فانيليا، لازم الفانيليا على البيض لازم. ما عنديش فانيليا حتى بشر ليمون، نقطتين ليمون علشان بس ايه زفاره البيض ما تبقاش وحشه على العيش. حطيت عليها البيض، حطيت عليها البيض اللي بضربه مع الفانيليا والسمسم وحبه البركه، هسيبهم يخمروا، بس انا هقعد اكمل دول في الفاصل، هسيبهم يخمروا وبعدين ادخلهم الفرن، سيبيهم قد نص ساعه كده او ساعه الا ربع وبعدين ادخلهم الفرن. اوكي